سعيد جدا باستقبال واحدة من سيدات الشاشة التونسية، حبينا أعمالها تألقت وتميزت بحب كبير، الممثلة القديرة دليلة مفتاحي. تعرف وقت تجيني تبدا عندي دقة زايدة في قلبي. يا لطيف. والله. علي. نخاف. مني أنا؟ لا. نخاف من أني ما نساهمش في لقاء باش نضيف حاجة للناس اللي تحبك. هذا من حسن أخلاقك. خنساء الدراما التونسية. دليلة مفتاحي، تقبلوا اللقب هذا ولا لا؟ إن شاء الله نكون في مستوى صحة الخنساء صح. خاطر الخنساء ماهيش امراه سهله وماهيش امراه عاديه واثرت في التاريخ ان شاء الله، مش خاص انا كان اكون الخنساء، شرف كبير هذا ليا انا. خنساء بمعنى كثيرة درامي. المواجع أي. كثيرة البكاء. لا مش دليلة، الشخصيات هم اللي يبكيو مش انا ما بكيش بالكل انتر بارونتيز. الشخصيات اللي نقطة ايجابية ولا نقطة سلبية؟ لا كي نحب نبكي نسكر الباب نضرب راسي في الحيط وكا وما شافني حد. اما هكا باش نبكي هكا قدام عباد وكل شيء لا يستحيل. اما الشخصيات هما كيك والمسؤول الاول على العمل اللي هو المخرج يحبهم كيك، السيني هو مش انا. انا نحاول نكون فدال للسيناريو وفدال للشخصيه. يحك راسه وعايد دليله مفتاحي في الادوار الصعيبه اللي هي الناتوريل تظهر لك بسيطه وتظهر لك عاديه وهي صعيبه وهو ما عندوش وقت باش يكسر راسه. يمكن هذا اللي خليك سنين تبعد شويه تحب تمشي اكثر للكوميديا؟ انا نحبها الكوميديا لكن ما جاتش فرصه بالحق باش جات حاجات بسيطه ومشيت. انا حتى في المسرح السنه نخدم في حاجه كوميديا معناها كوميديا سوداء ايضا معناها. في التلفزه ايه في التلفزه جات بروبوزيسيون عجبتني حكينا فيها انا والمجموعه اللي عيطولي وصورناها وان شاء الله تعجب الناس. في الحوار باش تعدى هنا أي. مع كريم وبسام وجعفر اي حكينا بالقدا قبل ما نبدو نصوروا اتفقنا على الخطوط الكبيره واتفقنا حتى على يلزم ما تطيحش من المستوى يلزم تطلع لفوق وان شاء الله تعجب الناس. بالنسبه لي انا دور جديد فرحانه به. المجموعة اللي معايا شخت معاهم المهم إن شاء الله يعجب الناس. دورك شنو هو بالضبط معناتها؟ كوت شريني في الأولاد الصغار في الحوم فوت. لا لا اللم فك الصغار صغار الكل نلم فيهم ونريني فيهم. يا ستار استر. حلوه ياسر سانسيرمون ان شاء الله يعجب الناس ان شاء الله. تعرف الناس والتوانسه بصفه خاصه علاش ديما دراما دراما دراما؟ نهار اللي تبدل حقها قعدت في الدراما دراما دراما دراما. اي حتى هذا فيه الدراما راهو، مي الدراما انكلو ما انت كي تشوف وليد ما نحبش نحكي على المسلسل ما عطاونيش لوكي باش نحكي أي. لكن كي تشوف وضعيه نتاع صغير مثلا في وضعيه سيئه معناها هي دراما هي. تحكي على عين النمره؟ لا لا نحكي ديما على الكوميديا معناها هذه نتاع ابن خلدون. عين النمر حاجه اخرى. شوف انا اثناء انا كانسانه ككائن حي فرحانه. علاش فرحانه؟ خاطر عين النمر مثلا هو مسلسل قام به شخص اسمه أحمد بروينة من عقارب ولما دمعه مجموعة من عقارب كي مشينا نصوروا عقارب الكل قامت الديار كلها تحلت
حسيت روحي رجعت لتونس نتاع السبعينات والثمانينات، الديار كلها محلوله، ايجا انتباتي هنا ايجا غاديك نسوينا الطيب تجيب لنا نحن ناكلوا، ليكيب حظيتها الحي هذا اللي هو حي الزهور. الحي الزهور هذا اقدم حي في عقارب، اول حي احمد بروينا، ثم شخصيات اللي احنا نلعبوهم مازالوا حيين الى يومنا هذا، وفما سيكونس نصوروا فيها والمولاتها بحذانا، يعني الشخصيات اللي نلعبوا فيها احنا في المسلسل هذا ماليهم مازالوا حيين يتفرجوا فينا نحن نمثلوا فيهم هما، وحي كامل بالحق، حي كامل تاريخ. وعين النمر هي مش عين النمر، مش عضو، عين النمر هي حادثه وقعت في عقارب، تو تشوفوها في ان شاء الله يتقبل، تو تشوفوها المسلسل خاطر احنا عملنا حلقه زيرو. بالحق شكرا لهجان هذا احمد بروينا والشباب اللي معاه، ستنجان والشباب اللي معاه والناس كلها تعاون، حتى عنده اصحاب والبرة كل واحد يعاون بحويجه وتعمل، وباش يتعمل للمسلسل هذا ذاكرت عقارب عام 60. اللي شخصيتي انا مثلا، شخصيتي انا نداوي بالعربي، وهي بالحق المراه تداوي بالعربي، وبانكا يخبوا عندها الفلوس لتو، وحكيمه كيف يقع عرك في الحوم هي اللي تحلها، لا يشكو لا يشكو ببعضهم لا حد شيء، يحلوها بيناتهم. محلاها الشخصيه بالحق، محلاها مازالت حيه، ومازالت حيه المراه، معناها حاجات مزيانين ياسر. انت كي تدخل حي الزهور بالحق تحيه تحيه ليهم، كي تدخل حي الزهور تحس روحك تو باب محلول وانت ما تعرفوش، ما تنجمش تدخل، تولي تدخل خاطر بيبان كل محلول وعيطوا لك، يجي يلبسي لهنا يجي كولي محلاهم محلاهم. نتمنى للعمل هذايا النجاح. هذا هذا مع المخرج قيس العلوي، مع المخرج قيس العلوي ومجموعه شباب معاه بالحق حاطين اليد على اليد ويحبوا عقارب، تنتج عمل درامي مخالف. نلقاك زاده في الفيلم الغرنوق، الغرنوق مولاه زاده المخرج فرج ترابلسي عمل فيلم بفلوسه الخاص، حب يعمل فيلم على الحرقة، ومش الحرقة وسط البحر، الحرقة قبل ما تدخل للبحر، الجروت اللي يسكنوا فيها بالعام اللي يدور فيها كل شيء مام الدروغ، الدمار قبل الحرقة. معناها السيدة ذاية زادة مشكور بفلوس. تتعامل بمنطقة مع الشباب، بمنطقة نجمة دليلة مفتاحي الكاشي العالي اللي يليق بالاسم وبالمسيرة، وإلا لا نحن خدمنا بليش، عخاطر هذه حلقة بيلوت مازالت ما تعرفش عليها تتباع ولا لا. وبالنسبة للفيلم أعطى للمجموعة الكل ان بتي كاشي كديفريمون، ان بتي كاشي خاطر مقيمين غادي 11 يوم وتسترا حتى يدير النور حتى يتباع. أنا نقول لك جاني يلقط من عند العباد وكل شيء باش نجي أنا، كي نمشي نخدم على جان خلي دليلة مفتاحي سوا ديزون الممثلة ما نعرف شنو سكر عليها في الدار، تمشي دليلة الإنسانة ما نخرج الاخر. هذا القدر نتاع الفنان اللي يلزمه الاجر العالي الذي يليق بالاسم الذي قدري انا وقت اللي يخرج العمل ويكون ناجح ويعمل بصمه في السينما التونسيه ولا في الدراما التونسيه ويذكر انه بدينا بلاش. باهي دليلة مفتاح هي مسيره ورحله عمر مع الاعمال الدراميه الاقرب، خاطر انت زاد بنت المسرح بالاساس، لو كان نجمع مسرحياتك لما تحب لي عمر كامل وانا نحكي فيهم، اما خلينا نشوفوا الاقرب للناس، الاقرب للناس من خلال الاعمال الدراميه اللي قاعدين نشوفوا فيهم قاعدين يتعاودوا من غير ما تخلص عليهم. بالطبيعه مسلسل الدوار. صباح الخير. صباح الخير ما تبوسنيش. شكون قال بعد 30 سنة نتقابلوا ونشبحك ونقعد معاك؟ سبحان ما عظم شانه. قل لي كيف عشت وكيف تربيت؟ المخرج عبد القادر الجربي 1992. كنت أنت أم حسين محنوش. حسين محنوش ما تتجدش شوية؟ خلل في الكاستينج.
لا سي با خلال في الكاستينغ، المخرج حب يعطيني ان رول دو كومبوزيسيون. انا وقت عمري 30 حب يعطيني ان رول دو كومبوزيسيون. كهو تشوفوا حسين محنوش توا؟ ان شاء الله يا ربي لاباس. صديقي حسين ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يشفيه. وضعيته تقلقك تخوفك تحزنك؟ ما نحبش فنان في قيمه حسين محنوش يلوج على الدواء ما يلقاهوش. لازم الدولة تجيب له الدواء. يقول لك هو مواطن كما المواطنين الكل، مش على راسه ريشة الفنان. مش على راسه ريشة، لكن يجيبوا الدواء ليه ولغيره. ودرجة أولى ليه، على خاطر حسين محنوش ما يتعودش. عاملة حساب للزمن دليل مفتاحي؟ أي. أنا نحضر الروتريت نتاعي. لازمني نعيشها بالقدير الروتريت نتاعي. لأني ما عنديش ثقة في ني في الوقت ني في حد شيء. ما نعرفش عندك أراضي، عندك ديار، عندك اليوم غد. أنا جاي انفستي في ولدي، عندي ولدي زيني. ربي فضله لك. أه طبعًا، هذاك عندي الانفستيسمون وقع في ولدي. وأنا فرحانة ياسر. لا عندك أشريت أراضي. لا أشريت. لا سيارات. ما عنديش. لا أراضي. والله لا عندي حتى شيء. لا ديار. والله لا ديار يا زوز ديار هكا. ان شاء الله ان شاء الله نولي عندي زوج ديار، علاش لا؟ بديت بدور الارستقراطيه اللي لابس عليها. اي الغنيه. وهذا يرجعنا الى سجال مش بعيد برشا مع جودة ناجح. اي يذكرها بالخير. وتقابلتوا وتصالحتوا. لا انا نحبها جودة والله بالحق، سي مالونتوندو تحل، وست اون دام اللي سانسيرمون نحبها. هو لبستها انا في نهايه الامر. لا لبستها لا انت لا انا لا هي، سي تا مالونتوندو تحل. والمرا هذيك انا نحبها ياسر. حكيتوا؟ اي حكينا حكينا، وقلت لها راهو لا صبا تسرحت الامور صبا، وخيان اختي وخيان نجم نرقد نتعدى في الطويل، خلينا نسامح الناس. بالحق ما نحبش، انا نحب نبات مظلومه ما نباتش ظالمه. وتحيه ليها جوده باسكو سي اون دام هادئه محليها محليها، نحبها نحبها كامرا نحبها. بالحق نجمو نختلفوا راهو، ما مش لدرجه اني انا ما نعرفش نكره راهو بين ظفرينا. تشد الغش شويه في قلبك كهو. لا كجمل ما ننساش وكهو. اي تو هذا الكلام هذا مش خاص بجوده، راهو باش مش خاص بجوده. هذا تعرف خاص بشكون؟ مثلا محمد ادريس. تمنيت انه يصير لقاء في صلح. لا انا خدمنا في مكتوب وحكينا وصبا تصفيت الحكايه، اما الضربه خلت لي سيكاتريس ما نجمش ننساها. ما نتعاملش بالمثل، لكن ما نجمش نكذب ونقول نسيتها، لا ما نسيتهاش. اللي يقطع لك رزقك وقوتك ما تنساهوش، يستحيل. اما ما نعملوش بالمثل، وان شاء الله زاد ربي يشفيه. وذاك فنان كبير تعلمت منه بارشيكا حاجات. مع صلاح الدين السيد لا يمكن فرح. تحية يا شرشيد، تسرق وتزيد تكذب، كي قلت لي راني عطيتهم لك خيانة باش نخبي عليك. تحية يا شرشيد. اللي سرقتني ضربتني هي تنبوسة. شنو
شبي عينيك تبدلوا؟ شو ولو؟ ولو زرق؟ ولو حمر شوية. رسالة حب وتسامح السيكونس هذه، وهي كانت بروفا، وسسلاح الله يرحمه قال ما نعاودش صفا. الكف بالحق هذاك؟ الكف بالحق، وجا سيركولير في الوقت هذاك للوطنية أنه بعد ضرب عنف لا نحو من الدراما، الضرب لا والعرية لا، لازم لهنا نلبسه. لكن فتحي ضرب. ضربك ضربك؟ أي أعطاني زوز كفوف. وأنا ديما كي نخدم أنا وفتحي نحس كأني نطير أنا وياه. على مواقع التواصل الاجتماعي وقت تصير إعادات، فتحي هداوي دليلة مفتاحي زوز أقوى ممثلين في تونس نقطة وارجع للسطر. شكرا معناها للاراء نتاع العباد، اما انا يشرفني جدا انه فتحي يعطيني الديالوج، يشرفني جدا اني نكون متواجده في عمل فيه فتحي الهداوي يكون مون بارتنير، خاطر بالحق ممثل يعرف يسربي كوره. ما تلاقيتوش برشا مع بعضكم مؤخرا؟ لا ما تلاقيناش. تفتقدوا كبارتنير؟ اي اي نحبوا فتحي، نحب نخدم معه. اقترح وزيرا للثقافة. اي. وكان قريب انه يكون وزير للثقافة، أنت من المباركين لذلك ولا لا؟ لا 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 لا، أنا نحبه يبقى فنان، ما نحبوش يبقى وزير، لأنه رتبة الفنان خير من رتبة وزير. فتحي يفرض حاجات وشروط وقت اللي يلعب في مسلسل. حضور الاسم في الجينيريك الأول والأعلى أجرا. هل لديك نفس هذه المتطلبات؟ لا، أنا اللي يهمني أنه صح السيناريو يعجبني ونتفاهموا في الفلوس في المود دو بايمون زادة. الأعلى أجرا؟ لا مانيش الأعلى أجرا. تشترط أنك تكون الأعلى أجرا؟ لا 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 لا، فتحي يشترط الأعلى أجرا؟ هو حر طبعا، حقه هو حر، كل واحد كيفاش يخرج. علاش الحق نلقاه لفتحي وما نلقاهش الدليل؟ لا أنا ناقش أجري، أجري اللي أنا نعتبر هذاك أجري، كان عطاوني أجري نخدم، ما عطاونيش ما نخدمش. بوان، أنا ما يهمنيش شكون الأعلى وشكون، أنا نعرف روحي إيش نسوى وإيش نبيع. اسمك في الجينيريك تقبله يكون بعد فنانة جديدة؟ توجع، وشفتها في 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 مش لي أنا بركة، شفت حتى برشا ممثلات كبار وممثلين كبار أساميهم اللوطة، وفما اسامي اخرين الفوق، هذه جت فتره نتاع الموضه وقت تعد تتلافز في الوطنيه لا. مي في التلافز الحره ايه؟ ينجم يجيب واحده يعطيها دور بطوله سوا ديزون، ينسى ثلاثه ولا اربع ممثلات اللي اعمارهم المهني دوبل عمر الطفله اللي جابوها ولا الطفل. يقول لك الحضور نتاع الجينيريك بالبطوله. لا، الحضور الجينيريك بالاسامي. بالناس اللي هزت لك الخدمة. المخرجين التوانسة انتبهوا جيدا، دليل مفتاحي تقول لكم اسمي مفروض في الجينيريك. نفرضوا توا قبل لي. طوة قبل طوة. ما نتكلمش تكتب اسمي بالباهي. توا نتكلم. توا وكان نتكلم. لازم الفنانة القديرة. اي المفروض، علاش لا؟ باش نهزك المسلسل العاصفة. عبد القادر الجربي عام 93. صديقي عبد القادر نوجه له تحية. اوه سامحني يا رشيد. ما قلتلكش أنا مبروكة؟ فيصل قول بوك مبروك. مبروك بابا. مبروك. إن شاء الله بالحلال. والله والله لو تقول لي هذا كف بالحق لما نوخر نعمل نكمل معك الحوار. اقسم بالله كف بالحق، وعملوا فان سونار للمسلسل الكل. والله كف بالحق وبروفا هذه زاده، وعبد القادر قال اون بلي باجاج اون رونتر صبا جيو ما دوز جي وخرت. وهذاك اللي خدم الناس الكل، خدم الناس الكل، خاطر ناتوندو تفهمنا فما كف، اما تفهمنيش وقتاش وكيفاش وستيرا. الشريك الفنان القدير نور الدين بن عياد. نور الدين بن عياد يذكره بالخير محلاه. ينجم يتغشش راهو. لا انا ما نخدمش مع ممثل يتغش.
تغش في دارهم اللي حبيت تغش. عطيته كف راكم تعدي ودي عربي. هو ممثل محليه كي تحكي انت وياه متعاون جدا جدا جدا. نور الدين نفتقدوا. نور الدين بن عياد نفتقدوا. نور الدين هذوما العباد اللي غيبوهم معناها ما عادش نشوفوه لغايه في نفس يعقوب. واحنا قداش من مره نتصلوا به؟ هو مريض شويه ووعدنا انه بمجرد انه صحته تتحسن يجيب حذانا وينورنا. نتكلم باش نهزك لسيد الريم. اه علي منصور 2008. شكون؟ قل لي شكون؟ قل لي شكون؟ الويب شو نقول لك ما عنده ما يزيدك؟ على الاقل نعرف. برد على قلبي. طفي النار اللي شاعلة في وجهي. النار ما عادش تطفى يا عمي، لا نارك لا ناري. باقي الكاميرا باقي مصحى راسك تحب تقتلني؟ ارحمني يا عمي راني مريضة ارحمني. ان شاء الله تموت، ان شاء الله تقبل. اه يا مريم يا ريتني مت ولا عشت النهار، يا ريتني مت ولا عشت هالفضيحة. خليتني بعيلتي لا نجمت نتكلم لا نجمت نبلع. انا اسكت. بين وعين تتفرج في الأعمال هذه؟ بالركول، بعين الممثلة اللي خدمت خدمة، وبعد بالركول الديستانس نشوف. تغزر تعجبك روحك تقول محلاني هنا من نوع هذا؟ ما تقول محلاني هنا؟ لا أنا كي نغزر أنتو معناها خاطر البنية ذيك جديدة وقتها عايشة وكانت خايفة ياسر، وأنا وسي عبد العزيز المحرز يذكر بالخير قلنا لها ما تخافش راك محظية معناها ما تخافش. وهي عندها زهر خاطر طاحت في جروب محليه فتحي وعبد العزيز ومنال عبد القوي وين معناها كانت محظيه تهزت رعب تهزت. انها تكون مع الناس هذوما معناتها حتى حد ما يحب يكون في بلاصتها. اي وهي كانت مرعوبه لكن احنا طمنيها معناها وانا نربط علاقه مع لي بارتنير نتاعي الحق محليها. باش نهزك التصريح عمله فتحي الهداوي، قال الممثلات التوانسه خسروا برشا وقت اللي مشوا لمصر. ما فهمتش علاش بعض الممثلات التوانسه يمشوا لمصر. حب نسال سنه كسوس، هل عملت دور خير من اللي عملته في السيد الريم في مصر؟ هل عائشه بن احمد عملت خير من خميس عشيه؟ هل فريال جراجة عملت خير من قمره سيدي محروس؟ هل تتقاسم معاه نفس هذه الاسئله؟ لا انا ما نحطش روحي، ما نجمش نقيم ناس ما شفتش اعمالهم اللي عملوها في مصر. تبقى ممكن ياسر انه انا نحكي على روحي، انا ما نحبش نكون نجمه، نحب نكون ممثله. يمكن هذا اللي يقصد فيه فتحي. الجمع بين النجمه والممثله غير ممكن؟ ممكن ممكن ممكن. اليوم اسمح لي دليل مفتاحي نقول لك انت نجمه وممثله. لا انا ممثله وانت نجمه. قد بتكون ما حبيتهاش لكن سيي. لا سيبا ما حبيتهاش، لكن لانه الكاشي نتاع الممثله اصعب من الكاشي نتاع النجمه. النجمه راهو افيك تو مور ريسبي حتى واحد ينقز من بلاصه لبلاصه من بلاتو لبلاتو تولي نجم ومعروف. نهزك المسلسل مكتوب. سامي فهري 2009. لحظة فين بابا يعيشك هذايا باطل مصارعة من كان الأفضل.
عليه المكان الأفضل هي سيكونس هزتنا هزينا الاثنين. أما ما تمنع حتى إنسان من أنه يقارن في درجة الإبداع ما بين زوج ممثلات؟ إيه كل إنسان معناها الصحافة قارنت العبيد قارنت، مي أنا نحس أنه نحكي على روحي كممثلة أنها سيكونس هزيناها اثنين باللي نجمنا كل واحد وطريقته معناها، وربي يفرج على سامي خاطر بالحق المكتوب محليه كمسلسل محليه كفكره محليه ككاستينج محليه في برشك حاجات معناها ما استهانش حتى بالادوار الصغيره ما استهانش بها معناها. الصحافه نقرا في الصباح مقال في الصباح هند صبري لا شيء امام دليل مفتاحي، تقبلوا العنوان هذا؟ لا ما نقبلوش ما نقبلوش، يمكن يقصد معناها خاطر فما دي سيكون ما نحبش جون بوبا ماتر على بلاص تاع اللي كتب بارك الله فيه عجبته كل شيء، لكن ما لا تبقى ذيك هند صبري وتبقى قيمه ثابته وتبقى محليها معناها. ونزيدك عليها حاجه، هند صبري بولونه الغرور ما مش مبرنشه في راسها ياسر ياسر معناها. وخلينا نهنيوها بالوسام اللي خذاته وشرفت تونس، ثاني وسام يتعطى على ما اظن، وهذيك ما فخره لينا معناها. ونحن عندنا برشا هند صبري راهو في تونس، وسي بور سولا نتمنى انه المخرجين يخرجوا شويه من الخدمه السريعه ويفيقوا شويه اللي عندنا راه وبرشا كممثلين صحاح. به الفيديو الاخيره باش تكون معاه مسلسل شورب تريحها بالحق ولا مش بالحق؟ لا بالحق. نجلة بين يديك؟ نجلة محلاها بالحق كإنسانة طيبة جدا ومحلاها محلاها، لكن احنا تعبنا شوية في السيكونس هذيا. تفهمت أنا وياها وقلت لها راني باش نطلع وباش نشدك وباش ندورك، وفما دو كاميرا واحدة منا واحدة منا وكي نهبط وباش تختفنا الاثنين وباش نهزك، قالت لي سون بروبليم. انا صدمت عليها باش نشد وهي ما حبتش تهبط. علاش ما حبتش تهبط؟ وجايك العادين كي هبطتها كان بالسيف وهي تصورت بالباهي، لكن كانت تتصور خير منك كيكة برشا مرات. قالت لي خفت كي نهبط الكاميرا ما تشوفنيش. يا انت كاميرا تشرشيك مش انت تشرشي. هكاك ضرولها كي نهبطها ما عادش باش تتشاف معنا. يا اخي قلت لها لا يا بنتي ربي يهديك. لازم تمشي بعيد بالتمثيل نجله ولا ليه؟ ولا تفضلها فنانة استعراضية مغنية؟ تنجم تمشي بعيد كان تلقى مخرج مزيان. المفتاح عند المخرج. طبعا. باهي. نحب نحكي على بلدية تونس وعلى الخلاف، هل حل ما حلش؟ تفضل. ولا لا؟ تفضل. باش نعملوا مع بعضنا باش نحكيوا على الخلاف هذايا في لعبة اسمها ركح الطاولة. دليلة مفتاح اختارت اللون الأخضر، خليت لي الموف. يجب نحافظ ديما على توازن الطاوله. تبدا انت ولا نبدا انا؟ نبدا انا. اوكي تفضل. الاخر نحب عليها. اللي تحب عليها. باش نحكيو على الخلاف مع بلديه تونس. تحل الخلاف صفا فهم. انو فيها اللعبه مالها تو؟ لا ما نوفوهاش. اركح. به الخلاف هذايا كنت انت عملت صرخه في موزايكا فهم. وقلت انه بلديه تونس ما طالتكم. انا قلت عندنا مستحقات ما خديناهاش، المفروض رانا خديناها. اركحي انت اركحي. فوالا المستحقات اللي ما خديتوهمش اي كنتوا تصبروا عليهم. انا نصبر على المريض حتى يشفى، ما نصبرش على فلوس دخلت وما خديناهاش. فما إجراءات. أنا فهمنا طولي ثم إجراءات هنستنى. إذا أنت تسمى أنت تسرعت دليلة مفتاح. لا ما تسرعتش، أخاطر ما كلموناش، ما قالولناش راهو فما مشاكل إدارية، ما قالولناش أصبروا، الناس أخرين خدمت معنا خلصت، إحنا ما خلصناش، تسألنا وخدمنا أمام طوال إحنا والناس الأخرين. ألور بما أنه ما كلموناش وما عبروناش التجأنا لوسائل أخرى. انت تستقوى بالاعلام وعندك
الفنان ما يتمسش. أنا ما نستقويش بالإعلام، أما عندي الفنان ما يتمسش. شكون الإعلام؟ نعرف كان أنت أما الفنان ما على مش على راسه ريشة. الفنان البيجيست اللي كي يخدم ياكل وما يخدمش ما ياكلش ما عندكش الحق تمسه. اقعد. رجعوها بك. لا 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 دليله اش عملت فينا؟ ما عملت حتى شيء، هاني نركح فيه. هلا هلا الكيليبر هاوي تحل الخلاف. راهو تحل الخلاف اي ما فيها باس، خاطر شيخه مدينه تونس طلعت فيه وتكلمت اي وفسرت وقالت انه المشكله هي المشكله مشكله شنو انكم انتم السبب في التعطيل نتاع صرف الفلوس، لانه عندكم واحده من الممثلات ارتكبت خطا اجرائيا وما كتبتش اسمها مع الريب نتاعها. تشبيه ما فاقوش بيه كي قدمت الورقه الطفله نتاعها، فاقوا بيه كان وقت جينا باش نخلصوا. مش مهمتهم. وعلاش انتم تبعثوا في ورقكم ناقصين؟ كل واحد هز ورقته وحده، المفروض كي تعطي ورقه للبلاصه يشوفوها يقولوا لها ناقصه صلحيها سير للشوب. مش تقعد شهرين ولا قداش باش يفيقوا بها. يمكن لو كان هي قدمت ورقتها للاداره وقتها الاداره فرق البلديه بلاش اداره. لا غلطه صارت. هذه يلزمها تكمبيس شويه. كمباسة عاد انت في كان جيت كمباسة راني ما نشكيش بفرقة البلدي. لا. باهي. حكيت على مبالغ مالية. اي. قلت انه المبالغ المالية تقدر 150 دينار. بينما شيخة مدينة تونس تقول لك نحن نحكيو على 17 مليون. مستحقاتكم. ده 17 مليون فلوس دخلت للفرقه البلديه اعطاتهم الوزاره تاع خمس عروض، مانيش باش ناخذهم كل 17 مليون. احنا العرض ب 150، اكثر عرض 250، واحنا عملنا خمس عروض. احسب وقت راح تشوف احنا اش ناخذوا وهو اش يبقى له. مانيش باش ناخذهم كل واش خاص؟ كان قالت هكا تمشي لغدهم ولا خالصين في 17 مليون. احنا ناخذوا عدد العروض فقط. والباقي يبقى للمشغل، معناها مش احنا ناخذوه، خاطر انتاج بلديه تونس، معناها من حقهم انهم ياخذوا يخلصونا وياخذوا الباقي. صعيبه اللعبه؟ لازمها تركيز. صحيت. ذكية بالقدا. بارك الله فيك عليك، كنت تشك في ذكائي. دونك مشيت لبيروها؟ أنا مشيت كيما حكيت مدام سعاد، بالحق مشيت للوزارة، مش مشيت لها هي خصيصا يعني، لكن بما أنه المكان قريب مشيت أنا سألت في الباب، سي فري ما دخلتش لداخل وما خديتش رونديفو من الواحد. لكن سألت في الباب، كي هي مش موجودة أنا مشيت. دون موعد؟ دون موعد. مش معناها أعطوني موعد وما قابلونيش، لا. دون موعد، علاش؟ خاطر أنا عندي برايف. تستنى فيا، ما استنيتش ياسر وما دخلتش هو. لكن كيف ما حد ما كلمنا من الفرقة باش يفسر لنا، التجيت باش نفهم وكا. وتوا تحل الخلاف. حل الخلافة؟ حل الخلاف إن شاء الله حسب مدام سعاد في خلال أسبوع 10 أيام يخلصوا العباد. قالت لك إنك ظلمتها بكلمات ببعض الكلمات لما تكلمت في الإذاعة؟ أي، وأنا اعتذرت لها، قلت لها أنا ما قصدتش، مي إذا كان الكلمة اللي قلتها وجعتك أنا أعتذر. أكثر كلمة وجعتها شنية؟ ما تقبلش. وانا ما قصدتش، قصدت اني مشيت لها وما نجمتش نقابلها. ما
خاطر انا ما نحبش نقول كلام مش باهي ولا كلامي يوجع معك، ما نحبش. الحمد لله انه حل الخلاف. هو طبيعي باش يتحل الخلاف. ما كانش بالضروره يتحل. لا لا، يتحل بالقانون من بعد. عليه انا عاملين كونترا مصحين. الحمد لله تحل وكاو. وبشكل ودي. بشكل ودي. فلوسكم في قداش؟ في جمعه 10 ايام. الحمد لله. ان شاء الله. شو عملت انت؟ شو عملت؟ انت الكبار خبيتهم. اي يا اخي كي تخبيهم راك تمرج بهم تو. هاك انت خبيت واحد. كعبه كعبه. هم زدت لي كان واحده تنفض. طلعت. ما لازم يتحطوا كل للأسف لازم. هكا صعبت عليا. هذه نكله كان ما لقيتهاش بلاصه. شفت؟ شفت انا ايش خليت في الاخر؟ هاي برا. لو ما تطيحش فلوسك تاخذهم بعد جمعة. هذيك إشارة إنه فلوسك تاخذهم بعد جمعة. والله فلوس المجموعة أنا جمعة فلوس سرمان. إي ما هو المجموعة بشكون عم معلقين آمال؟ علاش كونوا معلقين آمال؟ تجربة جميلة. ولا قعدت برشا كان تقنص فيها نستهين هكا وكل شيء. الله غالب الله غالب. ألف مبروك دليلة مفتاحي. ركح الطاولة هي الرابحة. دليلة مفتاحي عمناول شفناك وأبدعت كما كل عمل في قلب الذيب في إذاعة ديوان فهم. سؤالتي هل يمكن أن نشوفوك في قلب الذيب جزء ثاني وما يكونش بسام الحمراوي هو المخرج؟ جاوبت بكل صراحة، أنا نخدم حتى مع الشيطان. زلت لسان الساعة قبل كل شيء ولا ليه؟ لا لا، مش في عمري أنا نعمل زلت لسان. أنا نحب بسام، هو خاطر هو فكرته هو حلمته هو. نحب هو يليك إذا كان فما جزء ثاني نحبه هو يعملها كما ربيع التكالي كعمل شورب. خاطر إلى صوفير حبيته يكمل في الحلمة متاعه، اللي يبدأ حلمة يكملها، واللي عنده حلمة يحب يعملها يعملها، مش على حساب حلمة إنسان آخر. لكن إذا كان بسام هو تنازل وإلا هو ما عاش عنده بش ما يحبش يخدم ولا ما عاش يتفاهم عن الجهة اللي باش تمول العمل، هو حر. معناه أنا نخدم معاه مخرج، أي مخرج يجيبوه نخدم أنا وياه. حتى لو كان الشيطان؟ اي الشيطان مخرج الشيطان راهو مزيانه ياسر، مش في مخه الشيطان مجنون معناها. لا لا الشيطان معناتها لا، شيطان في الاخراج معناها الطياره معناها في الدنيا. الشيطان هذاك جد ابليس وكل شيء. لا لا، نحكي في الفن، في الفن الجنون مش الشيطان معناها، نقصد انه يخرج لك حاجات ما تجيش على بالك حتى طرف معناها. جمال مداني في اي فهم اي يقول دليله مفتاحي فنانه مبتدئه. ممكن انا ما سمعتوش ونستغربها من جمال، لكن انا ما سمعتوش، واذا كان هذاك هو رايه هو حر طبعا، اما انا نستغربها من جمال. وفي نفس السياق قال فتح الهداوي ممثل صاعد ومن النوردين ممثله صاعده. اي في اشاره الى كون الاعمال التي تقدم لكبار الممثلين التوانسه يمكن هم اكبر من الاعمال، يقصد بتاترا ديما خاطر انا ما سمعتش.
يونس الفرحي سمعته في موزايك؟ شنو قال يونس؟ دليلة مفتاحي ما مستنيش في شوارب. بيصير أخي أنا مش نمس الناس كل كل قوي، كل إنسان حر. أنت كي تتفرج في تابلو نجم أنت تعجبك وواحد آخر ما تعجبوش، معناه ما مسيتوش ما مسيتوش، معناه عادي، معناه ما فيها شيء ذي. هل مسموح لممثل زميل أنه يقول هذا الممثل ما مسنيش، وقت اللي يكون الممثل الآخر أقدم منه وأكثر منه خبرة؟ نحكي على روحي ما نحكيش على الممثلين. أنا أخلاق مهنة تمنعني أني أنا نحكي على زملائي. كي نحب نعطي ملحوظة نهز التليفون ونكلم. يونس مسك في نسيبتي العزيزة؟ أنا يونس عجبني في درنانا. هي درنانا كل عجبتني يعني. ستايل هذاك والكتيبة هذيك والإخراج هذاك أنا يعجبني. أنا عجبني في عجبني أكثر في درنانا. وليت مطلوبة في الكليبات؟ أنا من بكري مطلوبة في الكليبات. تواكي تعجبني غناية ندخل فيها، ندخل في الكليب. واكتشفتك مرة أخرى من جديد في كليب آخر مع فنان شاب أي اسمه محمد آدم، الغناية عنوانها جاني سلامك. أي هذا مقطع من غناية تونسية تمثلت وتقدمت مع مشاركة مميزة للفنانة القديرة دليلة مفتاحي. الكليب موجود على القناة الرسمية لمحمد آدم. خلي نستقبله بحذانا محمد آدم. تفضل تفضل تفضل. هي الهدية تهدى ولا ليه؟ تهدى أكيد. ملكين تهدى الهدية. هاي بلاصتها. إذا الهدية تهدى مرحبا بك. محمد آدم مرحبا بك، نورتنا. تفضل تفضل تفضل. تفضل محمد. باهي. هذا فنان صحيح، لكن في بلاد مش صحيح. إن شاء الله بالغنية نتاعو هذه وغنية أخرين يحضر فيهم، ومن خلال برنامج فكرة سامي الفهري وجهه يبان للضوء. كيفاش تعرفت على الدليلة مفتاحي وكيفاش أقنعتها أنها تمثل معاك في كليب وتكون حاضرة؟ لأنه صعبة الميراث، معناتها مش سهل باش تروض المخ نتاعها باش تكون حاضرة في عمل. كيفاش عرفتها؟ على الفيسبوك، مع تهمي معايا على هو كلام، ابعت لي مساج على الفيسبوك. قلت له اوكي، ابعت لي الغنايه، ابعت لي الغنايه عجبتني. اوكي قعدنا نحكي في الغنايه كذا، راني انا ما نحبش. قال لي لا والله لا، راي طربيه وراي كذا ومحلاه وكل شيء. وقلت له اوكي. واتفقنا وتقابلنا وزدنا حكينا، ومن بعد تعدينا للتصوير. عجبتني خاطر اخي نورمال على الفيسبوك بكل هذه البساطه اكسيسيبل انت. انا اي اذا كان فنان يقول لي راني انا حشتي بيك، وندخل البروفيل نتاعو وناخذ نمره تليفونه ونكلمه ونكلم مرته ونفهم حكايته، علاش لا ما نعاونش؟ انا نحكي لك عليهم كلهم ديجون اللي عملت معاهم الفيلم وعملت معاهم المسلسل نتاع عين النمر. بديت تغني وانت صغير، مواهب على السلم، مهرجان منزل تميم للموسيقيين الهوات. الجائزة الأولى ذيك في مهرجان منزل تميم، خذيت الجائزة الأولى في مهرجان منزل تميم 2005 بغناية مستنياك في الأداء الفردي. المسيرة نتاعك علاش تعطلت؟ المسيرة نتاعي تعطلت كي معناتها كي الفنانين الكل، صعيب الظهور نتاعك باش يكون في التلفزة، معناتها بصعوبة باش تحضر. أما التلفزة تتطلب إنتاج أكيد، بكثرة إنتاج،
مداومة هذه هي. إنتاج كنت مع شركة قبل، شركة إنتاج عشان نسميها هذه. تغني اللون الشعبي، تغني اللون التونسي، شنو تغني؟ وتري غني شعبي. أي غني شعبي. غني شعبي زادة. صاروا لك مشاكل خاصة على خاطر حرقت أنت في فترة من الفترات؟ أي حرقت عن طريق البر على تركيا، صاروا لك مشاكل كبيرة واخترت أنك ترجع. من هذيك تكونت الغنية هذيك كفكرة، وتكونت معناتها مشيت وما شجعش أنا معناتها على الشيء هذايا، على الحرقة وعلى الغربة وعلى لا. معناتها يمشي واحد أمور معناتها سلمية، أمور قانونية، ولا ما يريسكيش معناتها، ما يشويش لميمة معناتها. هو سيناريو حكي لك حكايته. أي حكي لي هيك علاش أنا قبلت باش نكونوا معاها في الكليب. وقعنا هذا هذه معناتها. إذا كان واحد ينجم يفيد بشر بحاجة علاش لا؟ خاصة كي يكون فنان علاه لا؟ شوف احنا عندنا الفنان بالأساس امتحانه هو المسرح والمباشر والفرقة. اي دونك هاي الفرقة كلها حاضرة بحذاك باش سمعنا موال. اي ومن بعد نعملوا اسمعوني ويا أحلى من أيامي. اي دونك نستقبلوك بحب كبير محمد آدم. قالولي لو يوم رجعلك حبك الغضبان تعمله ايه؟ قالولي لو يوم رجعلك حبك الغضبان تعمله الشمس طرحة ومن القمر فستان، وأقول يا ليل يا عين دوبي روحي أمل وحنان، خليه يجرب حلاوة مية العطشان. يا خذني عن الوجود.
يعطيك الصحة. تفضل محمد. ميرسي. شكرا. يعطيك الصحة محمد. ميرسي عايش. دليلة مفتاحي الفيديو كليب أكثر تفاصيل على شنو في سيال محمد آدم، في نفس الوقت الخدمة الكلتة وعلى قلب الرحاة، مسرحية عمل مسرحي قاعدة تخدم فيه. مسرحية قلب الرحاة هي مسرحية إن شاء الله تكون حاضرة في فيفري إن شاء الله، تحكي على فرقة نتاع نساء نتاع موزيكا عربنية. كل ما يمشوا باش يعملوا حفله تقع لهم مشكله. كل ما يمشوا كوميديا مثلا كوميديا وتطيح بهم البوس اونبان ويهرب عليهم الشوفور ساعات ما يجيهمش، يبقوا ملوحين في شارع حبيب بورقيبه والعرك اللي في وسطهم والمشاكل نتاعهم كل واحده شنية مشكلتها. فما واحده راجلها كما تجيبلوش الفلوس يعطيها طريحه ديما تجي زرقاء وجهها ازرق. معناها سيد لا كوميدي نوار. اما وعملنا برايف على الايقاعات، جبنا ابراهيم بهلول عمل لنا ستاج تاع شهر، البنات يعزفوا مليح تو. لايف الموسيقى نتاع المسرحيه لايف، وهي فيها خمسه نساء والمتعهد الحفلات نتاعهم مسكين يطروشوا فيه وين ما يمشوا. هذه هي بصفه عامه المسرحيه وتتعرض في اي مكان. خلينا ناخذوا فكره على العمل هذايا. دونك قلب رحى عمل نص دنيا مناصريه. نص دنيا مناصريه. امضاء دليل المفتاحي. فيفري قلب رحى دليلة مفتاحي. العمل هذا باش يكون حاضر. نحب نشكرك الفنانة القديرة دليلة مفتاحي. أنا اللي نشكرك وفرحانة ياسر اللي محمد غنى خاطر كان يحب يجيك، وأنا نشكر السونتر أماني اللي لبسني ومكياج لي وقد لي شعري. نورة. أي فضلك، وإن شاء الله يا ربي نكون خفاف ظل على العباد اللي باش تفرج فينا، وإن شاء الله البرنامج ديما ناجح إن شاء الله. يعيشك محمد. عندي ام تي كادول د الله الله امبروفيست هذاي اي تصويرة امها وهي سا سي ان تري بو كادو دونك ميرسي محمد يعيشك محمد ميرسي ميرسي بوكو هذه صورة الوالدة اي انا وياها هي ألف شكرا شكر ربي فضلك يعيشك ميرسي ما تنساش باقة الورد اللي أنا اللي كنت ورغم اللي تستاهل راهو جردة كبيرة جردة كبيرة ميرسي مو محمد حبيت نقدم غوميرسيمون لماركيز سليمان جربة هادي وعلى اللبسة ونشكر الناس كل اللي قاموا بالانتاج معناتها نتاع الكليب
نزار عبد القادر، محمد علي العياري، الملحن محمد علي العياري. عندي عمل إن شاء الله مع منظر الجريدي بقدرة الله، وإن شاء الله ربي يفضلك. وميرسي أنت على الاستضافة، وشكرا للفرقة الموسيقية. شكرا محمد آدم، شكرا فنانة القديرة دليل المفتاحي. شكرا. السبت 6 فيفري باش يكون الموعد الخاص بعملية السحب الخاصة بالسيارة متاعنا. انت اللي تفرج فينا حظوظك تنجم تقويها كيف تبعث لنا SMS تكتب عليه حرف A على الرقم 85810 85810. تنجم تبعث من توا SMS سوم السيارة متاعنا الجولف 6 92 مليون و980. تنجم تكون من نصيبك، تنجم توا تاخذ تليفونك وتبعث للتذكير، فانه السحب باش يصير نهار السبت 6 فيفري. حظ سعيد للجميع.